يعني ان شاء الله انت قبل 31/10 هتكون وجهت الدعوه لجمعيه عمال اتحاد الكوره. ان شاء الله باذن الله بمجرد نشر اللائحه في الجريده الرسميه. هي اعتمدت يا كابتن احمد؟ هي اعتمدت من الاتحاد الدولي واعتمدت من الجمعيه العموميه. واللجنه الاولمبيه؟ وارسلناها للوزاره، واللجنه الاولمبيه هي عندها نسخه ان شاء الله باذن الله بمجرد العوده ان شاء الله باذن الله هيرجعوها للجنه الاولمبيه بتراجعها لو في اي حكم مش مطابقه، ثم هي خلاص احنا ارسلناها بالفعل لوزاره الشباب والرياضه عشان السيد الوزير يقدر ينشرها في الجريده الرسميه فتصبح داخليه. خلاص هي برها معتمده وساريه يعني بالنسبه للاتحاد الدولي هي معتمده، لكن احنا بنعمل دايما الموائمه ما بين الاتحاد الدولي والوضع والقانون في مصر، فان شاء الله باذن الله تنشر في الجريده الرسميه. وفي كل الاحوال احنا معانا وقت ل 5 يناير، معانا وقت لنهايه اكتوبر ان شاء الله تكون نشرت وناخد الاجراء. الكاس هيكمل يا كابتن احمد؟ بص ان شاء الله باذن الله احنا انا ان شاء الله باذن الله حريص ان احنا نكمل المسابقات كلها السنه دي. انا معاك ان ممكن يكون لسه في 3 مراحل من الكاس اضافه للمباراه النهائيه، دي صعبه المساله، لسه في تنسيق وهنقعد مع الكابتن حسين البدري ونشوف برضه الظروف في الايام اللي جايه وموقف اشتعال المسابقه السنه ده، هل هيمكننا ان احنا نلعب بمباراتين مباراه الكاس الاهلي وايربي وبيراميدز وسموحه اللي هو المؤجلتين ما قبل تجمع المنتخب، ثم بعد كده يبقى عندنا مثلا 9 و12 و15 9 نقدر نكمل فيهم باذن الله 3 مباريات لحد المباراه النهائيه عشان يبتدي الموسم في الاسبوع الاخير من شهر 9 بشكل طبيعي. لو تمكنا من كده هيسهل علينا جدا، ما تمكناش انا مش عايز ادخل في قصه ان انا العب كاس بالقديم والجديد والقصه دي، عشان كده احنا حددنا بدايه فتره التسجيل من 30/8 عشان لو قدرنا نلعب 29/28 او 29 يبقى ان شاء الله باذن الله مباراه كاس، يبقى في 3 انديه او 4 خلصوا موسمهم دوري وكاس، ايا كان مين هيكسب مين هيخرج مين هيخسر هيكونوا كملوا موسمهم، يبقى بقى لنا مرحلتين ثلاثة نقدر نكملهم بضغط قبل الموسم الجديد وقبل ما ندخل في لغط الانذار بقى من السنة القديمة ولا الجديدة، لاعب كان في النادي ده ولا في النادي ده. الموسم الجديد آخر 9 أو 15/9 ولا لسه لم يحدد؟ نهاية فترة التسجيل هي قوائم الفريق الأول بالقسم الأول يوم 20/9، من يوم 21/9 إن شاء الله إحنا جاهزين لبداية مسابقة الموسم الجديد 2021/2022 ان شاء الله، عشان نبقى عندنا فرصه قبل تجمع اكتوبر للمنتخب ان احنا نلعب 5 أو 6 أسابيع من المسابقه، وبعد اكتوبر نقدر نلعب بحيث احنا نوصل لكاس الامم الافريقيه في يناير نكون خدنا شوط طويل، ثم بعد كده يتم ضغط المسابقه بشكل ان احنا ننتهي ان شاء الله مع شهر 6. ده جدول ومشروع هنعمله ان شاء الله باذن الله للمجلس اللي جاي نعلن فيه ال 34 اسبوع بشكل كامل ان شاء الله باذن الله، وسليم قرعه الدوري للموسم الجديد باذن الله يوم 28 الشهر ده هتوزع الانديه. احنا لسه حتى الان لم يحدد، احنا محدد الانديه الصاعده خلاص من القسم الثاني شهريه الدخان وفاركو وكولا، لكن بمجرد تحديد الهابطين احنا عندنا 21 نادي هينزل منهم 3 بقى 18 هنعمل عليهم على طول القرعه عشان العجله تدور بشكل سريع ان شاء الله. بصراحه بحييك، يعني كل الامور ماشيه بشكل جيد جدا، وموسم ان شاء الله موسم صعب وموسم طويل، ولكن يعني دورنا الحقيقه نوضح للناس، ودايما يعني ردك بيبقى واضح، وبحييك الحقيقه على الفتره اللي فاتت، اتمنى لك توفيق ان شاء الله في اللي جاي. ربنا يكرمك كابتن سيف، اتمنى برضه الفتره الجايه نركز، احنا عندنا ان شاء الله باذن الله شهر سبتمبر ان شاء الله لحد يوم 3/9 مباراه انجولا، ثم مباراه الجابون ان شاء الله باذن الله في الجابون في بدايه انطلاق المشوار كاس العالم. اتمنى التوفيق لكابتن حسام البدري وكل جهازه المعاون ومجموعه اللاعبين ان شاء الله باذن الله انها تكون بدايه جيده وانطلاقه جيده، ونسلم المجلس اللي جاي كنا عدينا خدنا 6 مراحل مباراتين 9 سبتمبر واكتوبر ونوفمبر ان شاء الله باذن الله يكون بس عنده مباراه البلاي اوف للصعود لكاس العالم ان شاء الله، فيبقى برضه على التوازي المنتخب ان شاء الله بيبقى ماشي بشكل كويس. ان شاء الله يا رب، اتمنى لك كل التوفيق يا كابتن احمد، بشكرك. ربنا يخليك، انا بشكرك. شكرا جزيلا المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره المصري.